مساء الخير مرة ثانية الزول في اللون الزول مقران كما كل عشية. اليوم نزيدو نتكلمو على الحراك. الحراك الناس اللي تسنى في الحراك هذا اللي دار باسكو الحراك على بالك النهار كيبدا في 22 فبراير بداو بشباب ديمقراطيين وشي هو من بعد الحراك الى ايتي ديتورني لي كيما هكا ديما تصرا كيما هكا حتى في لي زاني 90 كيفاش بداو لي زاني 90 لي شفا سيتي 88 الاحداث تاع 88 خرجوا بعض الشباب يحبوا الخدمه ويحبوا من هنايا صارت مشكله ما بينهم وبين الشرطه ومن بعد دخل الجيش فيها موتى فيها من هنا ومن بعد جاو الناس اللي يتربصوا بالوطن الناس اللي يحبوا يديروا دوله اجراميه خاطر انا ما نقولهاش دوله اسلاميه ما ذبحش الاولاد ما ذبحش الناس الوغ اليوم يا ناس اتونسيون جماعه الحراك الناس اللي على بالهم باللي كاين الناس ما على بالهمش مساكن ماشي هكاك يحسبوا باللي غدوه صباح كي طيح هذا الغوفرنمون ويطيح الدوله راهم خلاص يجيو انتخابات والجزائر تولي لاباس عليها راكم غلطين يا ناس راكم غلطين الحراك نتاع اللي دركا اللي راهو يخرج دركا واللي راهو حبسته كورونا راهو حراك نتاع التسعينات وربي يسمح التسعينات الجزائر راهي مؤامره كبيره عليها باش يرجعوها اكثر من سوريا واكثر من ليبيا راهم الناس في الداخل وناس في الخارج ما عندهمش يامات يجتمعوا في برلين جماعه اللي فلقوا البلاد واللي قتلوا الناس وذبحوا الناس من بينهم السيد هينا هذاك اجتمعوا في برلين وراهم يتامروا على الجزائر ردوا بالكم يا الناس اللي نتاع الحراك راكم اتونسيون ما تقولوش السيد هذا راهو مع البوفوار خي قلت لكم انا راني ماني لا مع البوفوار مو ما نحبش نكون في البوفوار مي سامبلومون خدموا عقلكم وشوفوا روحوا شوفوا برك الحراك هذا اللي يقولوا الناس باللي راهو راح يجيب لكم الحريه ويجيب لكم الديمقراطيه شوفوا الناس كيفاش يعطيو لهم كيف اسمه لي سلوغون وهما ينفذوا نروحوا نسمعوا برك ما عندهاش قبل شويه كورونا قبل تجي كورونا برك تشوفوا الحراك هذا نهزك من طرف حوايج برك وانتم تشوفوا نروحوا نشوفوا ونرجعوا شفتوا الحراك اللي حبيتوه يجيب لكم الدوله الديمقراطيه السيد اللي كان يتكلم قبل قمازي دونك قمازي نتاع الفيسك معروف كما قال واحد والناس هذو زعما الديمقراطيين اللي عيطوا لي بيري علي بالحاج لا علي بالحاج راه في الحبس خي على بالكم علي بالحاج راهو في دارو لي بيري علي بالحاج يعني خليوه يدير واش يحب باش يرجعوا للتسعينات خليوه يدخل الجامع كيف اسمه نتاع القبه ويلم جماعة الفيس كيف التسعينات باش نوليو للتسعينات كي عاد منعوه الامن هاكم تشوفوا كيفاش الحراك كومبلي ليبيري علي بالحاج هادو هما الناس اللي تسناو فيهم نتوما اللي حراكي الحراكيين يجي يديروا لكم الدوله الجزائريه الجديده هذه هي الدوله الجزائريه الجديده نخدموها بهذو الناس هذو نخدموها بعلي بن حجار هذا وجماعته نروحوا نشوفوا علي بن حجار ونجيو En 1999, combattant islamiste filmé pendant la guerre contre le pouvoir algérien. En 2000, pour ramener la paix, Alger a amnesti les repentis. Youssef s'est alors résolu à déposer les armes. C'était il y a 9 ans. Je ne vous permets pas de dire que je suis repenti parce que je ne le suis pas. Le repenti est celui qui a commis une faute envers Dieu ou une erreur envers autrui. Et se repentir, c'est regretter d'avoir commis cette faute ou cette erreur. Quant à moi, je suis monté au maquis par conviction. Il y a 10 ans, dans le maquis,
Youssef était un jeune homme de 24 ans. Il était prêt à tout pour Allah. Vous portez toujours ce bandeau ou c'est juste aujourd'hui? Je mets ça au cas où, si je meurs dans une embuscade, au moins je partirai avec la parole de Dieu sur le front. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Louange à Dieu et à son prophète. Et pour ça, je mourrai. Dans les années 90, Youssef et ses compagnons attaquaient les militaires et policiers algériens, mais aussi les civils, avec des barrages éclairs. Au mieux, ils rançonnaient, au pire, ils tuaient. Ou bien encore, ils volaient des voitures. Et qu'est-ce que vous faites avec ces voitures? Un attentat, un assassinat, un pillage. Nos frères ont fait le hold-up de la poste. Oui, et où? Dans la capitale, et à Médéa. Leur chef et maître spirituel, c'était l'émir Ali Benadjar. En 2000, il a décidé de rendre les armes au pouvoir en échange de promesses de réhabilitation. شفتوا سي علي بن حجار المجاهد الكبير يغشتوه وكان مع التيروريست هاوك من بعد الناس اللي يحبوا يقعدوا في السلطه هذا السيد هذا سامحوني يقول لهم ما تقولوا ليش انا روبونتي انا مانيش روبونتي انا طلعت الجبل باش نجاهد راكم شفتوا فيه سامحوني واليوم باش يروح يحكم دار ولا يروح من هنايا دوك نعطيكم علي بن حجار هذا عندها اكزاكتومون عام علي بن حجار نهار 1 نوفمبر دوك نعطيو لكم كيفاش ولا المرسلين وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت ولا تزال متخلقة في صف الشعب، ومواقفها السياسية مبنية على مبدأ الشورى. إن إطارات الجبهة الإسلامية الأصيلة ترفض أولا وتدين الحرب النفسية والدعائية المسلطة من وكالات الدعاية والتيئيس التي تديرها العصابة ومن هم على شاكلتها، والتي تمثل الخطر الذي يستفز سلبية الحراك وحضاريته. فوالا سي بن حجار المجاهد الكبير اللي كان في الجبل اللي جاهد يقتل في الجيش ويقتل في العسكر ويقتل في الشرطة ويقتلوا في الشعب، ها هو سامحوا له في واش يقولوا ما شرعوا له ما والو، سامحوا له باسم هذه كيفاش يقولها المغالطه الوطنيه، المغالطه اللي داروها الناس باش يقعدوا في السلطه، داروا المغالطه ويسموها المصالحه. ها هو هنايا يوجه رساله الى كيف اسمه الى السلطه الجزائريه وقتاش؟ اول نوفمبر. هذه الرساله نتاع اول نوفمبر نتاع الفيس، وهذا البورت بارول تاعهم سي علي بن حجار اللي كويلت اللي كنا نتفرجوا فيه كي كان في يهضر مع لا تيليفزيون فرونسيز فرونس 3 ويقول لهم ما تقولولناش حنا ديرو بونتي حنا يرنا مجاهدين. هاد الناس هادو اللي قاعدين يتربصوا ما همش وحدهم روحوا جيتوا نشوفوا مجاهد واحد اخر، مجاهد كبير 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 نتاع الفيس، واش راه يدير دركا؟ ونكملوا ان شاء الله الحديث نتاعنا. وهو العمل على رص الصفوف ووضع المخططات.
شفتوا سي المجاهد الاكبر سي مدني مزراق مع المجاهدين تاع لايس تاع لايس الجبهه تاع كيما اسمه الجروب ارمي اسلاميك دو سالو البرادروا تاع الفيس. هذو ردوا بالكم الناس ماشي التسعينات هذه غير هنا ما عندهاش لونيفرسيتي دي تي اللي داروها في ججل. هاد الناس هادو مازالوا راهم قاعدين تحت السيطره تاع السيد هذا. ما نقولكمش انا بلي بالك راهم قاعدين يخلصوا وراهم قاعدين يستناو دقيقه لو جور جي. خاش نقولكم انا بلي راهي مؤامره كبيره على الجزائر والناس ما على بالهمش بيحسبوا بلي الحراك هذا اللي راح يجيب لهم حاجه ويجيب لهم الاخر. هذا مدني مزراق ماهوش وحده، جماعه الفيس كاملين في كل 48 ولايه راهم يتلاقاو ونعرفوهم حتى وين جاي يتلاقاو. 48 ولايه جماعه تاع الفيس كيما راهم اللي كانوا في الجبل واللي كانوا منا راهم ديما يتلاقاو والشرطه على بالها بهم واللي سيفي سيكوريتي على بالهم بهم. وهذو راهم يتربصوا ويسناو لو جور جي باش يوليو كيما قال واحد اكثر من التسعينات. وراحوا السلاح اللي داوها اللي قتلوا الاف نتاع العسكر نتاعنا العسكر على جماعه الاي ام بي وانهم ماك السلاح. نعطيكم غير بعد شويه برك في باتنا في ضرب التزول كي هربوا 1200 تيروريست هربوهم من 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 في رمضان اذا تشفوا في حبس كيف اسمه تزولت 1200 واحد هربوهم السلاح اللي داوه 37 كلاشينكوف 37 كلاشينكوف ان فيزي ميترايور دو لونس روكيت سي في ثاني في جويه بسكره لاطونطا اللي داروا كونتر لي باراشوتيست في نتاع في جويه ما بين بسكره وما بين بسكره وباتنا 50 بيستولي دو مارك ماكاروف 3 ميترايوز لورد 50 ميترايوز دو مارك تومسون ام مات 49 25 بيس دو مارك دارم مات 51 وبلاشي الالبسان تاع العسكر 40 الباراشوتيست اللي تراو عليهم ومن بعد جاو ذبحوهم وداو لهم داو لهم القش نتاعهم. نهار كي داروا هذه المغالطه الوطنيه كي جاو هابطين واش جابوا معاهم كي يقولهم الفشا هذوك اللي يعيطوا المحشوشات وجاو هابطين. السلاح هذا كل مازال في الجبل باش يكون في عينكم. وعلى هذا حنا ننذروا ونقولوا للناس يجي نهار وتشوفوا هلا فيديو هذه الله لا يقدر وتقولوا باللي السيد اللي كان يحكي واحد الوقت كان عنده الحق. راهي مؤامره كبيره على البلاد اللي باش يولي يرجعوا البلاد اكثر من التسعينات باش يرجعوها اكثر من ليبيا باش يرجعوها اكثر من سوريا. هذا هو الحراك اللي نقول لكم انا باللي راه لازم يحبس ولازم يحبس خطراش ماهوش حراك اللي راح يجيب لنا الديمقراطيه ماهوش حراك اللي راح يجيب لنا الجزائر الجديده بصح راح يجيب لنا الهلاك ويجيب لنا الدمار. لازمنا اذا نحبوا نديروا حراك نديروه بالديمقراطيين الديمقراطيين الغالب من بينهم انا ما نقدروا نديروا والو مع الناس هذو اذا كيف اسمه بالسلاح يديوها لنا واذا بنروحوا الانتخابات يديوها لنا ما كانش مشكل. انا ضد الدوله البوليسيه باش يكون في عليكم ما نحبش دوله بوليسيه وما نحبش دوله اجراميه زوج نحبوا الدوله الديمقراطيه. هذا باش نحبوا الدوله الديمقراطيه لازمنا نديروا اصلاحات كما قلت لكم نبداو نصلحوا نبداو نشوفوا كيفاش مع هذا الغوفرنمون اللي راهو دوكا نتاع مشي تبون يدير الاصلاحات ينحي لنا هذا الحزب كامله نتاع الاسلاميين قاعدين يتربصوا النهضه وحماس هذو كلهم كيلفيس ما عندهم ما سول اوبجيكتيف سمي فيس ولا حماس ولا لي زابيلاسيون شونج مي كيف اسمه كيما نقولوا لوبجيكتيف واحد. هذو يجيو باش يديروا دوله اجراميه راه اتونسيون يا ناس راكم الناس اللي قاعدين يقولوا الحراك يجيب لنا دوله ديمقراطيه راهو غلط. الناس يقولوا لازم تكمل نقول لكم قيم ديال هنا ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله في كانش فيديو اخرى. تصبحوا على خير.